لو قال قائل: من هم الذين لا يؤخذ منهم العلم؟ من هم الذين لا يؤخذ عنهم العلم؟ لا يؤخذ العلم عن أربعة كما قال الإمام مالك رحمه الله: السلف ما تركوا شيئا. ذكر ابن عبد البر في كتابه العلم وفضله قال: وروينا هذا عن الإمام مالك من طرق في كتابنا التمهيد، قال: أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. انتبه في وسائل التواصل، في قناة، في مقطع صوتي، في شيء مكتوب، قال الإمام مالك: أربعة لا يؤخذ عنهم العلم. الأول: صاحب هوى يدعو إلى بدعته. ومر معنا كيف تعرف صاحب الهوى والبدعة من غيره. الثاني: سفيه معلن سفهة، يعني يأتي ويكتب أو يتكلم بأشياء تخرق المروءة وتخرق عادات الناس وتمج، هذا سفيه أعلن سفهه في قناة في وسائل التواصل، فهذا لا يؤخذ منه العلم. الثالث: الذي هو معروف بالكذب ويكذب أمام الملأ، ولو لم يكن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فما ظنكم إذا عرف بالكذب أمام الناس وزاد على ذلك أنه يأتي بأحاديث مكذوبة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الرابع: من به صلاح وخير لكنه لا يعرف ما يحدث به في مقاطع، في قنوات، ربما يتحدث ويسجل مقطعا مرئيا أو صوتيا تراه وعليه سمى الخير، قال: به فضل وصلاح لكنه لا يحسن ولا يعرف ما يحدث، يعني حاطب ليل، الذي يحطب بالليل يأخذ الشيء الرديء والشيء الطيب، حاطب ليل لا يفقه ولا يدري.